بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندسة الفضائية للثالثة ثانوي رقم 2. إذن لننطلق على بركة الله. قال: نعتبر النقط A و B و C بكل واحدة لها إحداثياتها في الفضاء. قال: بين أن A B و A C غير مرتبطان خطيا. إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن AB هذا الشعاع و AC غير مرتبطان كيف؟ خطيا. لاحظوا معناه المقصد غير متوازيان. عندنا الأشعة في الفضاء إما متوازيان هكذا أو إما كيف غير متوازيان، يعني متقاطعان أو متعامدان. المهم يمكن أن يكون هكذا بهذه الوضعية، كما يمكن أن يكون بهذه الوضعية. نحن نقول إذن، نقول حتى إذن أولا علينا أن نحسب مركبات AB. لاحظوا أبنائي، AB نحسب مركباتها اللي هي النهاية ناقص البداية، معناه هذا ناقص هذا، ناقص 3 ناقص 1 كم؟ ناقص 2. وهذا ناقص هذا، 4 ناقص 2 هي 2. وهذا ناقص هذا، 2 ناقص 0 اللي هي 2. هذه مركبات الآبي. ناتي كذلك أبنائي إلى الآسي بنفس الخطة تساوي. لاحظوا جيدا، فنقول أبنائي هكذا، ركزوا، فنقول هذا ناقص هذا، 1 ناقص ناقص 1 تصبح لنا 2، ثم 2 ناقص 2 ناقص 2 كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص 4. وناقص 1 مع ناقص 0 تصبح لنا هكذا. إذن مركبات ما هي يا أبنائي؟ لاحظوا، عفوا نعتذر. إذن قلنا ناقص 1 ناقص ناقص 1 ناقص 0 تصبح لنا ناقص 1. ها هي مركبات الآب والآسي، ركزوا أرجوكم. الآن حتى يكون كيف هما مرتبطان خطيا، إذا قسمنا هذا العدد على هذا العدد كم؟ 2 على ناقص 2 نجد ناقص 1. ضعوا ذلك الناقص 1 هنا، وضعوه هنا، وضعوه هنا، وانظروا هل تعطينا نفس القيمة. ناقص 2 في ناقص 1 كم؟ تصبح لنا ناقص 2، الأولى حققت. 2 في ناقص 1 كم؟ ناقص 2، هل تساوينا ناقص 4؟ لا. إذن لا يوجد ثابت ك الذي يجعل لنا أن AB يساوينا ك في AC، فنقول لا يوجد ثابت ك حيث ماذا؟ حيث AB يساوي شعاعيا يساوي ك في AC. أي ماذا أبنائي؟ أي AB لا يساوي ك في AC. ومنه ماذا نقول؟ ومنه AB هذا الشعاع مع ماذا؟ و AC غير مرتبطان، لاحظوا مرتبطان خطيا فقط. إذا وجدنا نفس الثابت، أعطيكم مثال بسيط جدا. إذا أعطيت لنا مثلا مركبات الشعاع الأول، مثلا إذا قلنا U اللي هي لاحظوا 2 0 0، وأعطيكم V مثلا أعطي لكم جذر 5 و 0 و 0. الكثير هنا يقول يا أستاذ إنهما مرتبطان خطيا. نحن لا نقول مرتبطان أو غير مرتبطان، إذا وجد ثابت فنقول مثلا لو نقسم هذا على هذا اللي هو جذر 5 على ماذا؟ على 2. نضع هنا جذر 5 على 2، وهنا جذر 5 على 2، وهنا جذر 5 على 2. إن تحققت المساواة وجد أنه مرتبطان. هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ لاحظوا 2 في جذر 5 على 2 يذهب هذا مع يذهب هذا مع هذا تعطيكم جذر 5. لاحظوا 0 في ماذا؟ في جذر 5 على 2 يعطينا 0، 0 في جذر 5 على 2 يعطينا 0. إذا يوجد هنا ك يساوينا كم؟ جذر 5 على 2، أو مرة نقول أنه يساوينا 2 على جذر 5. المهم وجد ك. بما أن وجد ك يا أبنائي هنا، فنقول الشعاع هذا يوازي ماذا؟ يوازي الشعاع في. ركزوا أرجوكم بهذه البساطة. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال أبنائي، نقول بين أن الشعاع، قال بين أن الشعاع R A B C ذا المركبات يكون ناظميا للمستوي A B C إذا وفقت. لاحظوا هنا أبنائي، حتى يكون ناظمي ما معنى؟ معنى عندنا الشعاع A B، لاحظوا لأن الهندسة الفضائية إذا فهمتم الشكل فاعلموا أن الأسئلة سوف يسهل. إذا قلنا هذا A B وهذا الشعاع A C،
يجب أن يكون حتى يكون ناظم يجب أن يكون الآر هكذا عمودي عليهما للإثنان مع الأول يشكل زاوية قائمة ومع الثاني يشكل زاوية قائمة. إذا قلنا هذا هو الشعاع آر وهذا آ بي وهذا آ سي. إذا نقول حتى لاحظوا حتى يكون ماذا آر ناظمي للمستوي آ بي سي يجب أن ماذا يجب أن يكون آ بي سلمي آر يساوي صفر وان ليس أو وآ بي وآ سي عفوا وآ سي سلمي ماذا سلمي آر يجب أن يكون كذلك يساوي الصفر يعني عمودي على الأول وعمودي على الثاني. يقول أحدكم لماذا قلت الجداء السلمي يجب أن يكون الصفر؟ لأن الجداء السلمي أبناء يساوي طاولة الأول في طاولة الثاني في كوس الزاوية المحصورة بينهما وكوس 90 كم؟ إنه صفر. هذا هو الجواب لماذا. الآن نأتي بماذا سوف نقوم نقول هكذا آ ب ماذا سلمي آر يساوي صفر عفوا ليس الشعاع المعدوم أي ماذا أي أن ناقص اثنان واثنان واثنان سلمي آر اللي هو ماذا آر اللي هو مركباته آ وبي وسي عفوا يساوي صفر. الآن تقول القاعدة ماذا هذا في هذا اللي هو ناقص اثنان آ ثم نقول زائد هذا في هذا دائما الفاصل للانتقال من سطر إلى سطر نضع زائد أصبح لنا زائد اثنان بي زائد اثنان سي يساوي صفر. انظروا الفرع الأول قد ظهر. نأتي الآن كذلك إلى ماذا إلى آ آ سي سلمي آر يساوي صفر أي ماذا أي أن مركبات الشعاع آ سي اللي هي اثنان وناقص أربعة وناقص اثنان الناقص عفوا وناقص واحد سلمي ماذا سلمي آر اللي هو آ وبي وسي يساوي كذلك الصفر. بنفس الخطة أبنائي يصبح هذا في هذا اللي هو اثنان آ وهذا في هذا ناقص أربعة بي وهذا في هذا ناقص سي يساوي صفر. هل وجدنا المعطيات التي طلب منا أن نصل إليها؟ نعم. إذن بكل بساطة أبنائي ها قد الآن استخرجنا تلك العلاقة التي أراد منا أن نبرهنها. ها هي العلاقة وها هي العلاقة الأخرى بأبسط طريقة انظروا فقط يا أبنائي. نقول بكل بساطة نقول ومنه ها هي العلاقة فقط يا أبنائي. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الثالث. قال استنتج شعاعا ناظما للمستوي A B C. لاحظوا إذا نكتب هنا استنتاج ماذا استنتاج شعاع ناظمي للمستوي A B C قال بمركبات صحيحة. بمعنى بمركبات صحيحة معناه لا يوجد فيها الكسور هكذا يعني عدد سالب أو موجب لكن الكسر والجذور غير مرغوب فيها. لاحظوا جيدا هنا معناه سوف نقوم بحل هذه الجملة يعني إيجاد الآ والبي والسي حيث قيمهم تكون قيم كيف هي صحيحة. ما رأيكم أبنائي لو نأتي إلى المعادلة هذه رقم واحد؟ انظروا هذه المعادلة رقم واحد التي تلاحظونها هنا ونقسمها على اثنان لأن يوجد لنا العامل المشترك. نقسم هنا على اثنان وهنا على اثنان وهنا على اثنان وهنا على اثنان تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص آ زائد ب زائد س يساوي صفر على اثنان إنه صفر. ها هي العلاقة تغيرت. لاحظ عندنا هذه الآن مع العلاقة التي بعدها ها هي. ركزوا أرجوكم ما رأيكم أبنائي لو نقوم بهذه مع هذه بالجمع ماذا نجد؟ أولا السي سوف يذهب. بما أن السي يذهب ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا آ ناقص ثلاثة بي يساوي صفر. أنقل هذه إلى هذا الطرف يصبح لنا آ يساوي لنا ثلاثة بي. ركزوا أرجوكم هنا لأن عندنا يا أبنائي جملة معادلة فيها جملة معادلتين فيها ثلاث مجاهيل. تقول قاعدة علينا أن نثبت واحد فيهم. ما رأيكم أبنائي أن نقول نضع بي يساوي واحد. يقول أحدكم لماذا وضعت البي يساوي واحد؟ يمكنك أن تضع الا يساوي واحد. المهم لا تعطي لواحد فيهم الصفر إما الا أو البي أو السي لا تعطي له الصفر اعطي له ا اعطي له واحد اعطي له ناقص واحد المهم تفادي الصفر.
لماذا أعطيت للبي حتى أتفادى لأصل إلى الأعداد لأعداد حقيقية بل أجد الأعداد الصحيحة؟ فأعوض هنا فيصبح لنا أ كم يساوي؟ يساوي 3. الآن بقي لنا السي، تعالوا نعوض فقط. السي ممكن أن نأتي إلا إلى هذه المعادلة ونعوض. الأ قلنا كم؟ 3. والبي كم؟ 1. تعالوا فيصبح لنا هنا كم؟ ناقص 2، ننقله إلى هنا فيصبح لنا السي مباشرة كم يا أبنائي؟ إنه الاثنان. ها هي أعداد صحيحة بهذه البساطة. الآن معناه يصبح لنا آر، هذا آر كشعاع الآن ثابت، قيمه ما هي؟ هي الثلاثة وماذا؟ والواحد وماذا؟ والاثنان. يقول أحدكم يا أستاذ وإن وجدنا مكتوب هكذا ما هنا مثلا على اثنان، مثلا على اثنان، كيف نجعله أعداد صحيحة؟ الشعاع يمكن لك النقطة، لا الشعاع يمكن لك أن تضرب مركباته في أي عدد شئت، أما النقطة يا أبنائي لا يجوز أن تضرب لأنها سوف تتحرك من مكان إلى آخر. بمعنى لو نأتي إلى هذا المثال، لو نقول يصبح لنا R يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا 3 واثنان وماذا؟ ضربنا في الاثنان وأربعة، لأن هذا الشعاع يا أبنائي وهذا الشعاع يصبح كيف هما؟ ليس متساويان، إنما يمكن أن نسمي هنا آر فتحة، إنما يصبح شعاعان كيف هو مرتبطان خطيان أو متوازيان فيوفيا نفس الغرض، لأنه شعاع يا أبنائي ليس نقطة. بعدما أكملنا مع هذا السؤال ووجدنا قيم آر بأعداد صحيحة سوف ننتقل أبنائي إلى السؤال الآخر. قال ثم أكتب معادلة المستوي ABC. إذا نكتب هنا كعنوان معادلة ماذا؟ ABC، هذا المستوي. نحن نعلم أن كل مستوي يا أبنائي إذا قلنا ها هو مستوي الذي اسمه ABC يعين بماذا؟ يعين بنقطة منه، إذا أخذنا نقطة A لأن يوجد ثلاث نقاط هنا، كل هذه النقاط تعين لنا مستويا. لماذا أبنائي؟ لأنها ليست على استقامية، ويعين بشعاع كيف هو؟ ناظمي. هذا الشعاع الناظمي قد عيناه اللي هو اسمه R، فنقول إما أن تكون هنا عندنا تخيلوا نقطة يا أبنائي إذا سميناها M ذو الإحداثيات X Y Z من المستوي P، لاحظوا أو المستوي ABC، حيث تقول القاعدة فإن هذا الشعاع وماذا؟ والشعاع ماذا؟ والشعاع R يجب أن يكون كيف هما؟ متعامدان. سوف أغير مكانه حتى تلاحظوا بأم عينكم، إذا قلنا ها هو مكانه يجب أن يكون يا أبنائي هذا R مع هذا متعامدان، معناها الجداء السلمي كم يساوي؟ يساوي كم؟ الصفر. نقول لتكن ماذا؟ أم إحداثيها X Y Z من ماذا؟ من المستوي ABC، فإن ماذا؟ فإن ماذا يا أبنائي؟ فإن أم سلم R يساوي لنا صفر. نتابع الآن جيدا. إذا سوف نعوض الآن، تصبح لنا X ناقص Y ناقص وزاد ناقص. ناقص إحداثية الأ، ما هي إحداثية الأ؟ ها هي ناقص 1 تصبح لنا هنا زائد 1، ناقص 2 ناقص 0 سلمي ماذا؟ إحداثية مركبات الآر اللي هي 3 والواحد والاثنان يساوي صفر، لأن الجداء السلمي يعطي لهم صفر لأن كوس 90 قلنا هي صفر. الآن ننشر هذا في هذا تصبح لنا 3X وهذا في هذا زائد ماذا؟ زائد 3. ننزل تقول زائد هذا في هذا زائد Y وهذا في هذا ناقص 2 وهذا في هذا زائد 2 زاد يساوي صفر، فصبح لنا 3، لاحظوا صبح لنا 3X زائد Y زائد 2 زاد، وعندنا هذا مع هذا يا أبنائي عفوا عندنا هذا مع هذا يصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 1 يساوي الصفر. هذه هي معادلة المستوي ABC. وللتأكد من الكلام أنه صحيح يا أبنائي يمكنكم أن تقوموا بإتيان بإحداثيات النقطة ماذا؟ النقطة أي نقطة شئتم اللي هي مثلا النقطة B، ونعوضها في معادلة ذلك المستوي. إذا وجدنا يا أبنائي صفر فنحن على صواب، لأنها النقطة B كذلك نقطة تنتمي إلى المستوي ABC. إذا نعوض هنا هذه في هذا الموضع فتصبح لنا ناقص 9، وهذه في هذه تصبح لنا زائد 4، وهذه في هذه تصبح لنا زائد 4،
زائد واحد إنها تساوي الصفر. معناه هذه النقطة ب تنتمي إلى المستوي A B C. وكذلك مع النقطة C يمكنكم أن تجربوا ذلك. معناه نقاط A و B و C تحقق معادلة ذلك المستوي فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، لأن جسمي هذه الأيام قد تعب تعبا كثيرا. جزاكم الله خيرا. كما يمكنكم أن تزوروا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.